وصفة اليوم للمستعجل يا غالي، مستعجل ما معك وقت بدك تعمل وصفة سريعة، تعال لعندي اليوم غير شكل. لك هالشي دراسي لك، أنا بقى بتعمل طبخة مساسقة من دوني وبتاخرها لحالك. حردان اليوم يا عيب شو معلش؟ دراسي تعال تعلم شقيتي. ولا اجي تعلم شقيتي. ما بدي. لك ما في وقت وصفة سريعة، هي مستعجلين ما في وقت للأخذ والعطا يا ابن جيب. روح قلبه خذ وجيب، تعال لف لعندي. يا عيب شو معلك بس؟ لك تعال لعندي تعال، تعلم شقيتي قوام. بناخذ كيف اجى من قلبك هيك تاكل من دوني مبارك؟ ما قصيت لي؟ لك مستعجلين هلا، خلينا نمشيها على السريع، الوصفة السريعة ما بتاكل وقت بالوصفة، بتاكل وقت مع ابن جيب القصة، عجبكم على هالشغلة؟ شو الوصفة اليوم؟ وصفة بسيطة، خفيفة نظيفة مرستقة. ايوه كيلو صدر دجاج وشوية زبدة، ملح وفلفل وعلى الفرن ومنطفيها بحمض وتوم. مش كانت محروقة لحتى تطفيها؟ لا أسيد راسي شو محروقة؟ عندنا طفايات بس ما بنطفيها. كيلو دجاج، زبدة، ملح وفلفل، هي هي وصفتنا سيد راسي. بناخذ الزبدة أول شيء هيك وبندهنها وين؟ بالصينية. بالصينية سيد راسي. لك هون هلا بتشوف شلون بس يجي الدجاجات هون يا عين بدها تجي غير شكل. هلا الزبدة كترون قللون شوي يعني تقديريا قدرون، ما في داعي ابن نجيب يكونوا بتعرف عندي حريص انا سيد راسي. لكن سيد راسي بعرف انا اللي بعرف سيد راسي بس قدرها تقديريا يعني فهمت علي. دهناها بالزبدة، بامكانك تحط لها سمنة بس الزبدة غير شكل سيدو طيبة. وبناخذ صدور دجاج وبنبلش نصفهم هيك، شايف ما ابسطها يا غالي؟ غير شكل يعني اذا مستعجل عندك شغله عندك عمله خفيفه نظيفه هالوصفه يعني. دهناها بالزبده سيدو، حطينا هجاجات كيلو دجاج فوقهم، وبعد منا بخت فلفل وبخت ملح يعني هلا ملح شي نص معلقه. بس تعودت على اكلات مسقسه ومنغنغه سيدي راسي، هي ناشفه طالعه سيدو. عم نظلم جماعه الدايت يعني كمان ما بدنا نظبطهم يعني. في ناس بتحب الدجاج بتحب صدر الدجاج بتحب هالاكلات يعني كمان سيدو بدنا قلنا وقلهو شو بس إلك يعني. إذا أنت ابن نجيب بتحب السقسقة واللحمة والنغنغة في غيرك كمان بحب أكلات تانية. أنا أسوي بلحمة سيد راسي عمل لي إياها بالجاج. خلينا نشكل سيد راسي، في ناس ما معها لحمة خليها تشتري جاج. حرام عليك ابن نجيب، خذ وجيب. عيني عليك. ولا أنت طمعان شايفه طمعان موعد ابن نجيب. الله يخليك سيد أبو عمر. خلص رح سأسألك اياها بشوية زبدة كمان من على الوش. تكرم ابن نجيب. يا عيني عليك. تكرم ما رح خلي لك اياها ناشفة يعني، معقول ابن نجيب ما نظبطك يعني؟ ما بنحسن يا سيد راسي. يا عيني عليك. يا سيد راسي. هي واللي بده يعني مثل ما قلنا الزبدة بقدر، الملح شوية ملح شوية فلفل، كيلو دجاج، يعني كتير كتير بسيطة يعني ما محرزة للمقادير أصلا. وعلى الفرن سيد راسي. يعني ما بعرف تصير غير بالفرن؟ بتصير بتقليها قلي بتطلع كتير طيبة كمان. إذا بدكم يا غوالي نفس الترتيبة بتقلوها بالقلي كمان طيبة، بدك بتكشكشها بشوية فطر كمان طيبة. يا عيني عليك. شرف على الفرن. تفضل سيد راسي. ليمونة وشوية تومات يا غالي، يعني ثلاث سنان أربع سنان توم. يا عيني عليك يا سلام. لكن يا ابن نجيب هي والله شي فاخر على الأكل. قلنا لك نطفاية بحمض وتوم نسناولها. اسمع لي هالطشة، اسمع لي هالطشة يا ابن نجيب. يا سلام يا سلام يا ويلي. أنا عليك إنه سبوها بطفاية يعني. لكن فكرت إنه تكون محروقة وبيطفوها. لا لك ابن نجيب بيطفوها بالحمض والتوم هاي وبيسقسوها هلا وهلا دوق هلا شغلة مدللة يا ابن نجيب. يا عيني عليك. منفوتها شغلة خمس دقايق تحمر شوي. لكن لا يعني محمرة هي بس هالتومات هيك ايه تسقسقوا شوي. وهي شرحات الدجاج المطفاية بالحمض والتوم. يا عيني عليك. أكلت 20 دقيقة لنص ساعة بالفرن سيدو وحمرها هيك مشان تطلع مكشكشة. يا عيني على الكشكشة. لكن يا مكشكش أنت بيتقدم جنب منها صحن سلطة وصحن مخللات، أكلة غير شكل يا غالي، خفيفة نظيفة وفيها العافية. وإذا عجبتكم سوا سلام سيد راسي. ابن نجيب راسي واجهني شوي رح تسطح شوي اللي بما يقدني. يلا انا رح اسطح شوي كمان. ايه رح تسطح يلا من في سوا لكان. اخ ابو عمر ابو عمر لك هالشي دراسي امبارح اكلت الاكلات كله فكرت رح تنفد بهالشغله فايلك شي دراسي فايلك. يا سلام بعشت معك يا ابو نجيب. قدام ابن نجيب اكلات وين راح؟